انا لطفي الامام مترشحا دائرة انتخابية بمدينة معتمر بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنات أيها المواطنون إلى كل متساكني مدينة معتمر إلى كل أهالي مدينة معتمر نتقدم بهذا البيان الانتخابي في إطار الانتخابات المحلية لنين ثقتكم من أجل خدمة مدن وقرى بلادنا وبخصوص مدينة العزيزة مدينة معتمر وفق برنامج وطني ومحلي شامل تحت شعار معا من أجل مدينة معتمر انتخابات محلية تجرى في ظروف تمر بها في تونس بمرحلة انتقالية تحققت فيها جميع النجاحات مهمة في كل مجالات بفضل جهود نساء تونس ورجالها وفي المقابل لا يزال الشعب التونسي ينتظر الكثير من هذه الانتخابات من أجل تحسين أوضاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيها المواطنات أيها المواطنون إلى متساكني مدينة معتمر إلى كل أهالي مدينة معتمر إذ أننا وفي خضم هذه خوضنا هذه الانتخابات سنعمل على خلق مشاريع ذات صبغة صناعية بالجهة لإيجاد فرص عمل للشباب من ناحية وإضفاء حركة صناعية بالجهة من ناحية أخرى ومن شأن تعود بالنفع على مدينة بأكملها باعتبار أن مدينة معتبر هي منطقة فلاحية بالأساس وبعد التشاور مع ساكنين المدينة والمنظمات الفلاحيه سنعمل على احداث مشاريع فلاحيه فلاحه سقويه فلاحه منتمجة وتربيه مواشي بالجهه البحث مع الجهات المختصه من اجل ايجاد الوسائل ممكن لادخال المؤسسات ذات الصبغه الاداريه للجهه مكتب بريد مكتب اتصالات فرع بنكي الدفع بالمشاريع الثقافية إحداث دار ثقافة دار شباب مكتبة عمومية رصد المشاريع التجارية ومحاولة بعدها بالجهة التعاون مع المؤسسات الصحية لتطوير المنظومة الصحية بالمدينة كتكبير المستوصف ومحاولة جلب باع الصيدلية وإحاطة طبية على مدار الأسبوع تثمين المسالك الساحية بالمنطقة والاستفادة من غاب الزيتون في الزيتون لإضفاء حركة سياحية منظمة كبعث مناطق استراحة للسائحين الاهتمام بالتعاون مع السلطة البلدية والسلطة بالبيئة والنظافة الاهتمام بالأنشطة الرياضية كونوا في الموعد يوم 4 فيفر القادم للتصويت لفائدتنا من أجل انتخابات محلية قوية ذات خدمات متطورة قادرة على تحسين أوضاع سكان مدينة معتمر واسترجاع نظافة محيطها صوتكم أمانة ومسؤولية وثقتكم غي... غايتنا وتونس الجميلة أولويت... أولويتنا معا من أجل مدينة معتمر